في العام الجديد تكثر التهاني والهدايا وتختلف من شخص لآخر، لكن لدينا مشاهدينا الكرام اليوم صورة لرجل فلسطيني كانت أكثر تداولا في فلسطين، وتظهر هذه الصورة الفلسطيني سعد الخليلي بجانب السيارة التي اشتراها هدية لزوجته أم محمد بمناسبة العام الجديد. المهم في هذه الصورة مشاهدينا الكرام ليست السيارة كما تشاهدونها، ولكن الرجل الذي يقف إلى جانب هذه الصورة وهو يرتدي ملابس العمل. يبدو عليه أنه ليس غني وليس بإمكانه أصلا أن يهدي سيارة، لكن كما تشاهدونها حقيقة الرجل يقف إلى جانب السيارة التي أهداها إلى زوجته. نتمنى لهم أعواما مليئة بالحب والسعادة والهدايا.